احتفالا بعيد الفطر السعيد، تتواصل فعاليات مهرجان العيد الذي تنظمه وزارة شؤون الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية، والذي يقدم العديد من الفعاليات المتنوعة. هذا المهرجان والذي يستمر حتى 7 مايو الجاري يطرح برنامجا متميزا يشتمل على العديد من الفقرات والأنشطة كعروض الفرق الشعبية والسوق إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال. كل يوم أقول اليوم باكر يبينون يا الله، باكر يبينون، باكر يبينون. أجواء تراثية امتزجت بالحاضر الجميل وسط فعاليات متنوعة نظمتها وزارة شؤون الإعلام احتفالا بعيد الفطر السعيد بالقرية التراثية. فهذا المهرجان يقدم العديد من البرامج المتميزة والتي تشتمل على العديد من الفقرات والأنشطة كالسوق والفرق الشعبية ليسعد بها الكبار والصغار. قرية مهرجان عيد الفطر المبارك، فعاليات دمجناها قديمة بحديث، المباني قديمة والفرق قديمة والأكل والأمور هذه كلها بشكل جديد، إن شاء الله يعجبكم ويعجب الجمهور. وندعو كل من يسمعنا أو يشاهدنا أنه يتفضل عندنا يزور القرية ويستمتع بالأجواء إن شاء الله. مهرجان عيد الفطر يتواصل بنجاح لافت، حيث استقطب عددا كبيرا من الزوار من البحرينيين والخليجيين، فأجواء القرية التراثية أثارت إعجاب زوارها بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين، أخذت الجمهور إلى حياة الأجداد وذلك الماضي العريق. أجواء والله ما شاء الله طيبة ما توصف، يعني ما شاء الله تراثية، نيتي حق التراث تراث، ونيتي حق الجمال جمال، ما شاء الله ما يحتاج أنت منصف يعني. Yeah. في وقت العيد الأشياء التراثية القديمة قاعد نشوفها في وقت العيد، يعني الواحد يجي الغارية أحسن من يروح المجمعات مكان مفتوح، وقاعد يشوف أجداده يعني يشوف القديم كله في الغارية التراثية، وصراحة أنا واحد من الناس أحب الشيء القديم وأحب التراث. وإن نروح القرية التراثية عشان أشوف أجدادي شلون عايشين في البحرين القديمة. اليوم حن من سلطنة عمان جينا نزور مملكة البحرين والقرية التراثية. القرية التراثية ما شاء الله فيها فعاليات كثيرة توضح التراث الشعبي البحريني من مأكولات الشعبية والتراث والنحاسيات والأشياء جميلة جدا في والأجواء جميلة جدا. احنا وايد مستانسين لأن جينا القرية التراثية، شفنا وايد عالم وايد ناس، والعيد أحلى مع القرية التراثية وايد استانسنا. هذه البرامج المتنوعة والمبهجة أضفت على أجواء العيد نكهة خاصة، فمنحت الزوار أوقات جميلة ولحظات ممتعة ومسلية. برامج متنوعة، فعاليات تراثية متميزة ضمتها القرية التراثية احتفالا بعيد الفطر السعيد، جسدت خلالها روعة التراث الذي يحمل عبق الماضي الجميل، ليعيش زوار القرية أوقات جميلة لا تنسى. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.